وبالنسبة للوطيل البنات اللي خدينا هو هذا الوطيل هذا سيناتور اللي جا اون فاس مع البحر كيطلع على البحر وفيه لا بيسين شوفوا معايا وفي هذه الجهه هذه كيطلع على الجبال واحد المنظر اللي خطير خطير البنات شوفوا معايا هو كيطلع على البحر ها انا في الجلسه كنشرب اتاي شوفوا معايا ها هو البنات كيطلع على البحر كما كتشوفوا معايا ها سبته هي اللي كتبان لكم واحد المنظر اللي خطير البنات شوفوا معايا حتى الوطيل فيه المعامله غزاله البنات كنتمنى الناس ودايرين واحد برومو البنات بالنسبه للثمن دايرين فيه برومو كما تعرفوني كنقلب لكم هذا البرومو انتم شوفوا على المنظر كي داير واو 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 منظر خطير البنات شوفوا معايا الجبال وهذا هو الوطيل وفيه حتى لابيسين والثمن كيف ما قلت لكم راه دايرين فيه واحد البرومو اللي هي زوينه بزاف ما نقولش لكم دابا الثمن ديالو حتى نطلع نوريكم لي شومبر اللي فيه كيفاش دايرين وعاد نقول لكم الثمن الثمن بالنسبه لهذا الوطيل كيديروا لك لا شومبر مع الفطور ومع الغداء خليكم معايا وما تمشيو فيه شوفوا معنا البنات هذا هو الفطور اللي حطوه هنا اما كتاخدي اتاي ولا كافي وبالنسبه للعشاء البنات داروا لنا الكوتلات والكفته نسيت زعما صورت تاكلين عادي مش صورت لكم وبالنسبه للداخل البنات ديال الهوتيل شوفوا معايا الداخل ديالو هو الداخل هنا فين كاين ريسبسيون الهوتيل غزال البنات نقي شوفوا معايا البنات هذه الريزيدونس هذه اللي جينا ليها سميتها ارينا دو مارتين شوفوا معايا فيها لابيسين كبير وفيها لابيسين صغير نقيه وزوينه البنات الريزيدونس غزاله خليكم معايا غادي نوريكم لابارتمون من الداخل كيفاش دايره عاد نقول لكم الاثمنه البنات شوفوا معايا هي هاد غنوريكم لابارتومون من الداخل كيفاش داير ودابا البنات اجيو معايا شوفوا لابارتومون هانتوما تبارك الله ما شاء الله لابارتومون البنات كبيرة هذا هو الصالون كما شفتو معايا رجع للدخلة مع الباب كاين هذا صالون وكاينه كنا في وحدة قبل منها البنات كبر من هذه الصالون هكا مفرش كامل يعني كل شقة وشنو فيها وهنا كاين بيت ديال الوليدات ديال جوج نوامس هكا شفتوا تبارك الله كما قلت لكم راها كبيرة شوفوا اجيو معايا ودابا اجيو نشوفوا هنا شنو كاين
هذا الحمام تاع الوليدات كيف ما كتشوفوا، هذا هو الحمام ديال الوليدات. عاد غنجيو هنا، كاين بيت صغير مفرش وفيه التلفازة، ها هي تا هو مشمش البنات. شوفوا تبارك الله ما شاء الله راه كبير، يعني هنا تقدر تجي عائلة، يعني حتى جوج عائلات يجيو تقدهم. علاش لا جوج عائلات ثلاث عائلات هكا يتفاردوا باش تجيو هكا رخيصة؟ اجيو معنا قبل ما ندخلو الكوزينة، غندخلو لبيت النعاس ديالنا. شوفوا هذاك البلاص قداش كاين الماريو معايا، هذا هو بيت النعاس والماريو، وفي بيت النعاس كاين حمام، الداخل كاين حمام هكا بالدوش وكلشي ليه. نتوما شوفوا معايا بالدوش ديالو حتى هو كبير، نتمنى يكون هادشي واضح ليكم البنات. شوفوا يعني تبارك الله الحمام حتى هو راه كبير، كاينين جوج حمامات، يعني كما قلت لكم البنات راه الدار كبيره، كاين حمام في بيت ناس وحمام هكا للوليدات والديار الناس. اجيو دابا تشوفوا معايا الكوزينه، ها هي الكوزينه البنات، كاينه لا ماشين، كاينه كلشي، يعني كلشي اللي غتحتاجي غتلقاه. الثلاجه ها هي شتو هنا، في كاينه الثلاجه وهذه هي الكوزينه، وكاينه هنا هي الطابله هكا صاله دونج، صاله دونج هنا. وعاد كاين في الكوزينه كاين باركو طوان هكا كبير لاكور، وفيها هكا فين تنشري. هذه هي الدار البنات، كما قلت لكم تبارك الله ما شاء الله راه كبيره، وابارتمون كتختلف على ابارتمون. ابارتمون اللي ديجا نقدر ندير لكم عليها واحد اللمحه قصيره، اللي كنت فيها دابا انا يلاه تحولت لهذه، حيت كنت لقيت فيها البنات الثلاجه خاسره وجيت تحولت لهنايا. يعني كل ابارتمون كتختلف على وحده، ولكن نفس الفصاله، يعني كتلقاي فيهم صالون وبيت وجوج بيوتا وكوزينه وجوج حمامات، يعني كل شقه بحال هكا. وبالنسبه للثمن البنات 700 درهم 14000 ريال، يعني الا جاوا جوج عائلات راه مزيانه ليهم، كما قلت لكم راه كبيره غتجيكم رخيصه، وفيها لابيسين وقريبه ليها لاكوت هكا مارينا قريبه ليها، تقدري تمشي غير على رجليك هانتي في لاكوت، يعني ريزيدونس البنات. الناس اللي بغات هكا تجي تفوج وبغات تعرف الثمن، بغيت غير نقول لكم حيت كاين الناس بزاف كيقلبوا هكا. انا اولهم فاش بغيت نجي الشمال بغيت نقلب فين غادي نلقى شي حاجه اللي زوينه وتعجب الوليدات. هذا هو الثمن ديالها البنات، والريزيدونس كما قلت لكم كامل. خليوكم معايا، ها انتما تخرجوا هنا كاين البنات، بلا كاين شي شو كبير. هاي البنات ما سخيتش بكم، بغيت غير نعطيكم فكره هكا الناس اللي بغاو يصيفوا بغاو يعرفوا الاثمنه. هذا هو الثمن اللي كاين حاليا 700 درهم كاملين، كاع جميع الشقق ديالي 700 درهم للنهار. كما قلت لكم نقدروا نجيو جوج عائلات، نقدروا نجيو حتى ثلاثه، يعني الدار تبارك الله ما شاء الله راه كبيره. وهذه البنات هذه الابارتمون اللي كنا فيها في الاول، شوفوا معايا كتدخلي كتلقاي هذا الصالون كبير، شوفوا معايا واش كيبان لكم.
هانتوما الصالون كبير تبارك الله، حتى هي كما قلت لكم نفس الصاله. هنا كاين بيت ديال الوليدات، هذا كبير وفيه هنا هكا طابله، بيت ديال الوليدات. شوفوا معايا كما قلت لكم هنا الصالون، وحتى هو فيه الحمام. شفتوا كتجي هنا، كاين كتجي هنا البنات، كاين هنا بيت صغير هكا كما قلت لكم فيه التلفازه. كما قلت لكم تقريبا لي زابارتمون كاملين راه عندهم نفس القياس. وهنا كاين بيت الناس، حتى هو فيه المعيون هكا معايا. هذا بيت الناس، وحتى هو الداخل فيه حمام. حمام كبير في بيت الناس. شوفوا معايا، شوفوا الكوزينه كما قلت لكم راها نفس الفصاله. وهذه هي الكوزينه البنات، شوفوا معايا كما قلت لكم تحولت من هاد الدار هذه. وشوفوا هنا راه فيها صاله مونجي كبيره، وعاد حتى هي فيها لاكور. انا تحولت من البنات على قبل الثلاجه لقيتها خاسره، وعلى قبل النشاره المهم لقيت شي حوايج خاسرين، هذاك الشيء علاش تحولت لابارتمون في الاخرى. حتى هي فيها نفس الشكل. هذه هي البنات، حاولت انني نوريكم كما قلت لكم نفس القياس فيهم، نفس الشكل، زايدين فوق كل وحده كتختلف على وحده في شي حاجه. يعني تبارك الله ما شاء الله راه كبير. ها انتم الصالون كبير، جوج بيوت ديال بيت الدراري الصغار وبيت هكا الكبار. شوفوا معايا، وهذا بيت صغير والتلفازه وجوج حمامات تبارك الله ما شاء الله.